من منا لا يعرف المثل القائل جاءوا على بكرة أبيهم؟ هل تعرف قصة هذا المثل؟ تابعها معنا. هناك مثل يقول جاءوا على بكرة أبيهم، أي جاءوا جميعا، لم يتخلف منهم أحد، وليس هناك بكرة في الحقيقة. وقيل البكرة هي تأنيث البكر، وهو الفتى من الإبل، يصفهم بالقلة، أي جاءوا بحيث تحملهم بكرة أبيهم قلة. وقيل البكرة ها هنا التي يستقي عليها، أي جاء بعضهم على أثر بعض، كدوران البكرة على نسق واحد. وقيل أرادوا بالبكرة الطريقة، كأنهم قالوا جاءوا على طريقة أبيهم، أي يتقيلون أثره. وقال ابن الأعرابي البكرة جماعة الناس، يقال جاءوا على بكرتهم وبكرة أبيهم، أي بأجمعهم. فعلى قول ابن الأعرابي يقول على في المثل بمعنى مع، أي جاءوا مع أبيهم، أي جاءوا مشتملين على قبيلة أبيهم، هذا هو الأصل، ثم يستعمل في اجتماع القوم وإن لم يكونوا من نسب واحد. ويجوز أن يراد بالبكرة التي يستقي عليها، وهي إذا كانت لأبيهم اجتمعوا عليها مستقين، لا يمنعهم عنها أحد، فشبه اجتماع القوم في المجيء باجتماع أولئك على بكرة أبيهم.